العادة السرية على بعد متناول يدك، مجرد ما انك انت تتناول الهاتف وهو موجود معك اينما حليت وارتحلت، اينما حللت وارتحلت موجود معك في كل مكان. فان انت في الوقت الذي تغفل فيه عن خطرها وعن فوائد تركها، فانها ستهجم مرة اخرى، ستسقط كما سقطت في السابق حينما توعد نفسك كل مرة بأن هذه آخر مرة. كل مرة توعد نفسك، كل مرة ليس شيئا جديدا، وكل مرة تحلف وتتوعد، لكن وقت حدوث الزلة تكون في غفلة. فلا بد دائما أن تتذكر أن العادة السرية تحطم الناصية، تأثر فيها تأثيرا بليغا، والناصية هذه هي التي عليها قيام حياتك، عليها قيام كلامك، قيام اختياراتك، قيام تفاعلك مع الناس، قيام انفعالاتك من الناس، انفعالاتك، غضبك، اختياراتك، قراراتك، معرفتك الصائب من الأمور من الخاطئ. فهي تأثر على علاقاتك، تأثر على دينك، تأثر على حياتك، تأثر على رياضتك، تأثر على قراءتك، تعلمك، إنجازاتك، راح تتم جثة هامدة في الفراش. فقط عيونك التي تتحرك، ويمكن يدك، أما باقي الأمور فأنت لست متواجد في الحياة، حالتك لست متواجد في الحياة، غائب، الغائب الحاضر المفروض يسمونك. فأنت تنسى كل هذا حينما تزل، أو قبل أن تزل بقليل تنسى كل هذا، تظن أن الأمر لا يستحق أو لن يضر شيء أن تقع قليلا، ثلاث دقائق أو ما إلى ذلك، لن يضر أن ترى القليل، لن يضر، لكنه يضر، يضر، وستتحطم حياتك. لا، لا تقول ان القليل لن يحطم حياتك، سيحطم حياتك. انت ما الذي يحطم حياتك؟ ما الذي يحطم حياتك؟ الذي يحطم حياتك انك تقول قليل، فقط قليل هنا وقليل هناك، هي التي حطمت حياتك. لان مجرد ما يبدا الادمان انتهى الموضوع. تعال عاد شيل نفسك انت من الادمان، اخلع نفسك الان من دائره الادمان، وكما يقول تايلوبز، الخروج من الجحيم جحيم. انت وقعت في عاده سلبيه، ستكون في جحيم، والخروج من الجحيم جحيم. يعني حتى تخرج من عادة السرية فيجب أن تدخل في جحيم حتى تخرج من جحيمها. أنت الآن أنت تركتها، فأنت الآن مهما تحس بمعاناة وبصعوبة لتجنبها، لكن لا يقارن بالصعوبة التي ستواجهها حينما تريد أن تخرج منها وأن تقلع عن إدمانها. انت فقط نسيت، انت نسيت، نسيت الجحيم والآلام التي اضطرت ان تدخل فيها حتى تقلع عنها. انت وصلت الى مرحلة في ادمانك اخر مرة في تجربتك الاخيرة انك انت قلت خلاص ساموت من الهم والغم، وحياتي ستتدمر ان لم اخرج نفسي من هذه العادة ومن هذا الادمان. يجب ان اقلع عن ما أنا فيه، لا أتحرك، لا أقوم بشيء، لا أفعل شيء، أشعر بألم نفسي، يجب أن أخرج نفسي. تخرج نفسك كم دقيقة، نص ساعة كذا، ثم بعد ذلك تشعر بألم، تريد أن ترجع، ثم بعد ذلك تستحمل، تستعمل، لا لن أرجع، وتم تتقلب من الألم، تذهب وأنت متألم وتشعر بالقلق والتوتر، جحيم. حتى خلعت نفسك منها المرة الأخيرة، دخلت في جحيم حتى تخرج من الجحيم، عانيت انت حتى تقلع في المرة الأخيرة، عانيت، لكنك انت الآن نسيت، الآن نسيت. حينما تأتي على تجربة جديدة وتقول عن نفسي أنا واثق من نفسي، أنا متحكم بنفسي،
لا يوجد أحد يتحكم بنفسه من نواحي جنسية، لا يوجد. لقد همت به وهم به، وقال ربي لا تصف عني كيدهن، رب السجن أحب إلي، ولا تصف عني كيدهن، إلا تصف عني كيدهن أصب إليهن. ذلك من الجاهلين. وكان السلف الصالح يقولون نحن أمنا على خزنة من المال ولا تأمنا على زنجية. أحد السلف لا أتذكر اسمه يقول أمني على خزنة من المال ولا تأمني على زنجية. وكان لا أحد من ووردت الآثار والأخبار عن هذا عن هذا الصالح العابد الذي يعني زل بسبب ما شيئا فشيئا، اللي جاء بتفسير قوله تعالى قال معنى الآية فقال اللي يكفر فلما كفر قال اني بيع منك ما لا يعني معنى الآية. وأيضا قصة هاروت وماروت حينما قال الناس قالت الملائكة يعني ما لهؤلاء البشر لا يستطيعون أن يحفظوا أنفسهم من المعاصي، فقال الله سبحانه وتعالى لهم لو ركبت فيكم من الشهوات ومن الرغبات ما ركبت فيهم لو وقعتم أنتم، فقالوا لا 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 نقع سبحانك يعني. فقالهم إذن اختاروا اثنين منكم من أفضلكم معنى القصة فركب فيهم الشهوة ونرى هل يقعون في المعصية أم لا. الآية أو الآية وهذه القصة رواها الطبري رواها يعني عدد كبير من أئمة التفسير والحديث، أئمة عظام من التفسير والحديث. فمنها ابن القيم وابن الجوزي، ابن الجوزي ابن القيم لا أعرف، بس ابن الجوزي ذكرها في دم الهوى وما فيه من نيل المنى، أنصحكم في الكتاب هذا. يذكر كيف الأشخاص أيضا يشاب في كتاب اسمه مصارع العشاق مشابه له، لكن ذاك أدبي قديم ذاك الكتاب، وهذا الكتاب لا يعني الإمام ابن الجوزي كفاية يعني يكفي أن الإمام ابن الجوزي نص الكتاب يبين لك كيف فتنة، كيف أن الناس تفتن جنسيا، فتنة الرجال والنساء هو ذكرها يعني. كيف صالحين وعباد وكذا وراح بسبب فتنة النساء. وليش الحديث يقول ان اتقوا ان الدنيا حلوة خضراء فاتقوا النساء، اتقوا فتنة النساء وما ذلك. وفي عند حديث اخر ان اول فتنة النساء للنساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء شيء كذي، فاتقوا فتنة النساء. ف تكملة القصة أن هاروت وماروت الملكين أنزلا إلى الأرض وركبت فيهم فيهما الشهوة، الشهوة الموجودة عندنا، الشهوة الموجودة عند الناس. فجاءتهم مليحة وعلى أساس أن تبي يعني كان كل سنة كل يوم يقضون بين الناس، وثم في الليل أو ما إلى ذلك يرتفعون إلى يعني يوففون بجناحتهم أو ما إلى ذلك فيرتفعون إلى السماء. جاءتهم واحدة مليحة قالت لهما يعني أنا فلم يتمالك أنفسهما فراودوها عن نفسها فقالت لا أفعل إلا أن تكفر بالله. فمعنى القصة كفر بالله حتى تمكنهما من نفسها. ملكين لا وما معصية كفر. فحينما أراد أن يطير إلى السماء لم يتمكنا، فقال الله لهما اختار بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فقال عذاب الدنيا لأنهما يعلمان أن عذاب الدنيا ينقضي وعذاب الآخرة لا ينقضي، أن عذاب الدنيا أهول. فهما معلقان في بئر في بابل من
قيل من أشعار من أشعارهما من شعورهما وقيل من أرجلهما. المهم أن هذه القصة واردة. فالمقصد أنك أنت لا تتفلسف ولا يعني يعني لا تتظاهر بالقوة. أنت ليست لديك قوة في موضوع الفتنة. يعني تعرض نفسك للفتنة وتقول أنا يعني قوي. تجاهد لا 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 تجاهد ثم تقول لا لا يجب أن أقع. يا أخي لا تجاهد من الأساس. ثم بعد ذلك أنا أقول لك على شيء. كونك أنت مدمن على ناحية هذه النفسية أنا أقول لك شيء. بعد كل صلاة. لأن الموضوع خطير يا جماعة خطير. وأنت الآن صار على مقربة من يدك. على مقربة من يدك. تركبت فيك شهوة ملكين لم يتحملها. بعد كل صلاة. اسمع مني. يا أخي الحبيب يا أخي الحبيب. أول ما تستيقظ من النوم اكتب لك بطاقة خشها معاك. أو إذا أنت لا تريد أن أحد يسقط عليها أو يلتلك. اكتبها في الهاتف. ودائما اخرج واقع لماذا يجب عليك أن تترك العادة السرية. وما خطرها العظيم وما تجنبك إياه. وأيضا بعد كل صلاة اسأل نفسك لماذا يجب عليك أن تترك العادة السرية. وأيضا اترك كل شيء اترك كل شيء. حتى لو أنت كنت تسبح اترك التسبيحة 5 دقائق. لأن هذا الأمر عليه أعظم من التسبيح. هذا يعني على قيام دينك ودنياك. أنت لو أنت مثلاً قاعد مثلاً تقود سيارة توقف على اليمين وأعمل التمرين. أمر مهم جداً وجلل عظيم خطب عظيم. إنزين ثم قل تذكر بعد كل صلاة وفي كل فرصة آخر مرة ما الآلام وما السلبيات وما المؤلم في آخر تجربة. راح تتذكر ناخذ شنو أعلم شيء في آخر تجربة أنا وقعت فيها. تتذكر أن كانت في أمور مؤلمة في التجربة الأخيرة أثرت على انفعالاتك أثرت على كلامك أثرت على نشاطك على صحتك على نفسيتك على أمور كثيرة على إنجازاتك مشاويرك أمور كثيرة على نظافتك على غذائك على نومك أمور كثيرة. ثم بعد ذلك قل تذكر حينما تركتها يمكن قبل ما أوان قبل أسبوعين شهر أي كان سنة ما الذي جلبته لك ما الذي شعرت به من أمور إيجابية كيف كنت. عدد هذه الأمور. والله كنت منطلق بالحديث مع الناس كنت اجتماعي كنت نشيط كنت بابي والدي كنت ف نكمل إن شاء الله معك. أعمل التمرين دائما كل ساعة وكل لحظة وكل حين. ذكر نفسك حتى لا تغفل لأنك إن غفلت ستقع لأن الهاتف على مقربة من يدك. نسأل الله لي ولكم السلام والثبات ونراكم بالفيديو القادم قريبا بإذن الله.